المستشار يتعهد بتجديد الإجراءات ضد الهجرة غير شرعية عقب خسارته. الشرطة تقتل شاباً روماني بعد أن هاجمهم بساطور. وثائق جديدة تؤكد فساد اتحاد الأطباء والصيادلة الفلسطينيين. الهيئة الإسلامية ترفض إلغاء التعليم الديني في المدارس. طائرة نمساوية تعود إلى فيينا بعد ظهور دخان في قمرة القيادة. وإفلاس أكثر من 3000 شركة في النصف الأول للعام 2024. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسامي ديا لهذا اليوم. تعهد المستشار النمساوي كارني هاما بقيادة حملة صارمة ضد الهجرة غير شرعية، معلنا أن الحكومة تدرس توسيع عمليات الترحيل لتشمل سوريا وأفغانستان. وأكد نيهامار ضرورة ترحيل أي شخص يخالف القانون، مشيرا إلى أن الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية ستتكثف قريبا، بما في ذلك دراسة التواصل مع نظامي طالبان والديكتاتور الأسد. وأضاف أن التعاون الدولي ضروري. وفيما يخص الانتخابات، أشار نيهامار إلى أنه لا يشعر بالقلق من خسارة حزبه للمركز الأول في انتخابات البرلمان الأوروبي، مؤكدا أهمية استماع الحكومة لمطالب الشعب. قام شاب روماني بقتل شريكته في السكن وهي تشيلية بعمر 22 عاما باستخدام فأس، ثم نزل إلى الشارع وهو نصف عاري، حيث تعدى على دورية الشرطة ما اضطرهم لإطلاق النار عليه والذي أدى لوفاته على الفور. وشهد موقع الجريمة حي فلورستورف في فيينا الحي 21 عند 10 مساء، وكانت الضحية قد اتصلت بأصدقائها أثناء الهجوم عليها، وهم بدورهم قاموا بإبلاغ الشرطة، حيث حضرت دورية على الفور كانت قريبا من موقع الهجوم. وقام الروماني بضرب سيارة الشرطة بالفأس، ثم حاول مهاجمتهم ما دفع الشرطي لإطلاق النار عليه دفاعا عن النفس، وأصيب الضابط في الحادث لكن إصابته كانت طفيفة. حصلت انفجارات على وثائق خاصة تفيد بحصول انتهاكات متعددة داخل جمعية اتحاد الأطباء والصيادلة الفلسطينيين في النمسا، وذلك بعد تعيين الطبيب شادي أبو ظاهر رئيسا للاتحاد رغم الجدل الدائر حوله. ونشرت الطبيبة الفلسطينية رولا الحربي بيانا أعلنت فيه إلغاء عضويتها في الاتحاد بعد الانتخابات الهزلية التي حصلت. وفي وقت سابق نشرت انفجارات عددا من المعلومات التي تشير إلى خلل في جمع وتوزيع مبالغ مالية في قطاع غزة، وأن التوزيع كان يتم حسب الانتماء السياسي. وكان السفير الفلسطيني في النمسا صلاح عبد الشافي قد نفى التهم كافة، مؤكدا على النزاهة التامة للجمعية. وجهت الهيئة الإسلامية في النمسا انتقادات للاقتراح الذي قدمه عضو مجلس التعليم في فيينا كريستوف فيدكير باستبدال التعليم الديني الإلزامي بمادة الديمقراطية، مؤكدة أن التعليم الديني يعزز الحوار بين الأديان. وأثار الاقتراح رفضا من المجتمعات الدينية، حيث تشمل المادة المقترحة تعليم الديمقراطية والقيم والأخلاق والمعرفة عن الأديان مع جعل التعليم الديني اختياريا. وأكد وزير التعليم مارتن بولاشيك أن التعليم الديني سيبقى لضمان تعليم القيم والتسامح. وأكدت رئيسة مكتب التعليم في أبريشاد فيينا أندريا بينز على أهمية التعليم الديني في تماسك المجتمع، فيما رفضت سوزانا راب وزيرة الاندماج الطرح كليا. اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية النمساوية تنفيذ هبوط اضطراري في مطار فيينا الدولي الأحد الماضي بعد ظهور دخان ورائحة كريهة داخل قمرة القيادة. ويعد هذا الحادث الثاني خلال أيام قليلة، حيث اضطرت طائرة إيرباص A320 للعودة إلى فيينا بسبب دخان في قمرة القيادة، وبعد أن لاحظ الطيار رائحة كريهة تشبه الكيروسين بعد الإقلاع، مما يشير لاحتمال وجود بقايا زيت محرك سامة. تصرف الطيار بسرعة وهبط بالطائرة بسلام من ارتفاع 3600 متر بعد 17 دقيقة من الإقلاع، ولا تزال أسباب الدخان غير واضحة. شهدت النمسا ارتفاعا ملحوظا في حالات إفلاس الشركات خلال النصف الأول من العام 2024، حيث بلغت 3308 بزيادة قدرها 26 عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتعزى زيادة إلى تدهور الأوضاع التجارية وتراجع المبيعات ونقص الطلبات خصوصا في قطاعات التجارة والبناء والضيافة. وتفاقمت الأرقام بسبب موجة إفلاس سيجنا التي بدأت أواخر 2023، حيث كانت 4 من أكبر 5 حالات إفلاس مرتبطة بمجموعات سيجنا. وبلغت الالتزامات الإجمالية للشركات المفلسة 11 مليار يورو، ومع ذلك يشير الخبراء إلى أن نسبة الإفلاس لا تزال أقل مما كانت عليه في مطلع الألفية. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثانة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.